لنقاش هذا الملف تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتورة، ما مدى مصداقية وقانونية هذه اللجنة التحقيقية التي ستشرف على التحقيق في قتل المتظاهرين وقمعهم؟ نعم، يعني في الحقيقة إذا تحدثنا عن مصداقية وقانونية هذه اللجان التحقيقية التي تقوم بها بتشكيلها الحكومة، فهي لا تملك أي مصداقية ولا تملك أي قانونية، خاصة وأن الحكومة هي المسؤولة عن ما حدث للمتظاهرين، وهي المسؤولة عن القوات التي قامت بضرب المتظاهرين وقتلهم. تقوم بتشكيل لجان تحقيقية برئاسة أناس هم كانوا أولا يتهمون هذه التظاهرات ومن قام بالتظاهرات بأنهم مرتزقة ومتآمرون وغيرها من الاتهامات والتحريضات ضدهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن في العراق لا يوجد هناك قانون، لا توجد هناك نزاهة في النظام القضائي، لا توجد هناك عدالة، حتى أن الاعتقالات الآن التي حدثت أثناء التظاهرات وبعد التظاهرات ولا زالت مستمرة حتى هذا الوقت، يعني تؤكد أن هناك عملية استهداف مباشرة لكل من شارك في التظاهرات السلمية طبعا، ومحاولة لتسويف قضيتهم ومطالبهم ودجهم في السجون جزاء خروجهم في التظاهرات. نعم. نبقى في الحديث عن تسويف هذه اللجنة، لجنة التحقيق، إلى أي مدى ستحقق أهدافها في الكشف عن المتورطين الحقيقيين بإعطاء أوامر قتل المتظاهرين وقمعهم وقنصهم أيضا؟ بالتأكيد سوف لن يتم الكشف عن أي من قاموا باستهداف المتظاهرين، خاصة وأن في العراق معروف أن تشكيل أي لجنة تحقيق هو طريقة من أجل تسويف القضية وقتلها في مهدها، ولم تخرج هناك أي نتائج من هذه اللجان، وحتى أن خرجت فإنها سوف تكون نتائج لإدانة المتظاهرين، خاصة وأنه منذ البداية كانت هناك عمليات منظمة يعني إطلاق صفة التآمر على هؤلاء المتظاهرين، وبالتالي إلقاء كل اللوم عليهم. أما إذا كان هناك اتهام لبعض من ينتمون إلى القوات الأمنية فهو ليس سوف يكون ليس للرؤوس الكبار بل لبعض الصغار الذين سوف يقومون بتحميلهم هذه القضايا دون أن يكون هناك في الحقيقة محاسبة للمجرمين الأصليين وعلى رأسهم قادة القوات المسلحة والذين يعطون الأوامر لميليشيات الحشد الشعبي، والتي رأينا بأم عيننا كيف أن القوائم نزلت بأسمائهم وببراتبهم وتم نشرها، والكثير من المتظاهرين صرحوا بمناطق التي تم إطلاق النار منها على المتظاهرين، وهي مناطق معروفة بالتواجد الأمني وتابعة للقوات الأمنية والميليشيات. إذن كيف سيتم المتهم بالتحقيق في قضية هو سوف يدين نفسه بها؟ الحقيقة لا يوجد هناك نتائج سوف ترضي الشعب العراقي، بل هي فقط لأجل إسكات الشعب العراقي. وربما نسقط على ذلك أيضا الأعداد الحقيقية للشهداء والجرحى الذين لم يتم الإعلان عن أعدادهم الحقيقية حتى الآن دكتورة. نعم بالتأكيد، يعني منذ البداية كانت المصادر، بعض المصادر سواء هناك الطبية أو غيرها من حتى المصادر الحكومية كانت تحاول قدر الإمكان التقليل من أعداد القتلى الحقيقيين والشهداء الذين سقطوا في التظاهرات. طبعا هذا معروف أولا من أجل التقليل من قيمة التظاهرات وتأثيرها في الشارع وحجمها، بالإضافة إلى ذلك من أجل التنصل من يعني تقديم حقوق وإرجاع حقوق هؤلاء الضحايا إلى ذويهم وترضيتهم. بالإضافة إلى ذلك لا ننسى أنهم أصلا اتهموا هؤلاء المتظاهرين بالتآمر، إذا كيف سوف يتم يعني منحهم الحقوق أو الاعتراف حتى بقتلهم في التظاهرات؟ الحقيقة المسألة يعني غاية في التحقيق
بالتعقيد، والحكومة تحاول بكافة الطرق أن يعني أن تتنفل من مسؤوليتها عن ما قامت به تجاه المتظاهرين وتجاه الشعب العراقي. دكتورة فاطمة، انطلاقا من مبدأ حرية التظاهر السلمي والديمقراطية التي تحاول وجوه العملية السياسية ترويج لها، ما أسباب التكتم عن مصير المعتقلين في التظاهرات أو حتى ذكر أماكن تواجدهم؟ نعم، يعني هذه في الحقيقة هذا نهج الحكومة منذ يعني فترة طويلة، هذه ليست هي المرة الأولى من الحكومة تعمد إلى الاعتقال والتغييب القسري للمتظاهرين والتعتيم على الأعداد الحقيقية طبعا، لأن ولا حتى يعني ليس معروف لدى ذويهم أين مصيرهم، هل هم لا زالوا أحياء حتى لو فرضنا أنهم لا زالوا أحياء، أين مكانهم، أين مكان تواجدهم الحقيقة، لأن الجهات التي تقوم في الاعتقال جهات متعددة، وخاصة وليست هي فقط الجهات الحكومية المعروفة مثل وزارة العدل، جميع وكافة القوى والميليشيات لديها سجون سرية في مناطق متعددة من العراق، وتستطيع أن تعتقل من تشاء دون حساب أو رقابة، لأنهم أصبحوا فوق القانون ويستطيعون أن ينفذوا أوامر حتى الدول الخارجية مثل إيران. الحقيقة يعني التغييب القسري بما أنه جريمة، ولكن هذه الحكومة لا زالت مستمرة بانتهاك هذه بارتكاب هذه الجريمة دون وازع ودون أي قانون يردعها. نعم. مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.